متفاوتة. أقسم هذه الطوائف إلى أربعة. القرآن والسنة ليست تراث. أستاذ رجاءً. اسمح لي. لحظة. أنا نخرج. القرآن والسنة ليست تراث. نعم. القرآن كلام الله. أنا أستثني. وسنة النبي لا ينطق عن الهوى. وأنا أنسحب. لا ريح مازال أستاذ. القرآن ليس تراث. إذن قلت. لا تساوي القرآن بأنه تراث. إذن. وأنا أقول للسيد سعيد. لا أتمنى له هذا الموقف ولا هذا المجلس. ويسمح لي سي يعقوبي؟ ما اسمحناش يا شيخ لأنه مازال ما بداش يهدر. القرآن ليس تراث. ما قلتش. القرآن ليس تراث. المقدم. القرآن كلام الله. أنا أطرح وجهتين. القرآن كلام الله. يا شيخ. أخشى أن يزلزل الله تحت أقدامنا هذه. يا 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 جماعة أنا أقدم. أسمع. من يرى أن هذا الجلوس اسمع نؤتم فيه. أنا أقدم يا جماعة أنا أقدم الله لجبريل. يا جماعة أنا أسمعه جبريل للرسول. يا جماعة ونقي أهلنا بالتواتر بهذه الطريقة. فلا نصنف كلام الله فلا نصنف كلام الله تعالى وتعالى كالتراث. قال لي الشيخ طهران جات امبارح وهو يسمع في الشريط قال يا ليتني مت قبل هذا وأغمي عليه. يا جماعة أنا أطرح وجهتي. أنا نظر من يطالع من. يا جماعة حرام إذا كان القرآن تراث. أنا القرآن كلام الله. يا جماعة أنا منشط. القرآن كلام الله. أنا يا جماعة أنا هنا اسمحوا لي يا جماعة القرآن لا تراث. معليش. إذن أنا لازم نستفهم حاجة. أنا مدير لهذه المناظرة. أطرح وجهتين. ألتزم قدر ما تريد وقل ما تريد. ألتزم القرآن أخشى الله. ألتزم ربي على السبيل. أحاول اسمحوا لي. أنت خرج. القرآن ليس تراث. ما لم يقل نجعل القرآن تراث. القرآن كلام الله. رؤية لا تقول تراث. هو يقول القرآن تراث. لم أقل تراثا. سبحان الله. إذن